مساء الخير وأهلا بالمعلمين والجزء الجديد من حلقتنا وتجارب حقيقية. تجارب حقيقية دايما بنرفع فيها شعار كلنا حافظينه، العهد على الراوي. والعهد على الراوي بتعني ان انا مجرد ناقل للي بيجيلي، ولك الحق في ان تصدق او لا تصدق، ولك الحق كمان انك تعتبرها نوع من القصص والحواديث، يعني حتى من باب الاستمتاع بيها كحدوتة لو انت مش مصدقها. الجن، لا يمكن إنكار حقيقة إن الجن موجود بينا، موجود تقريبا في كل مكان بندخله أو بنقعد فيه، بيشاركنا حاجات كتير، الحب والكره والانتقام والغضب. بس برضو خلينا نقول إن كل معلوماتنا عنه بتحتمل الصواب والخطأ، لأن فعليا محدش قدر يلتقي معاه لقاء مباشر. يعني مثلا ما شفناش جن وخرج واتكلم مع الناس مباشر كده وعلى العلن، يعني ما عملش لقاءات. صحيح ان في ناس كتير شافته، ايوه ناس كتير شافته، لكن ما نقدرش نجزم ان ده هو الشكل الحقيقي للجن، لانه احتمال انه بيظهر للبشر بهيئات مختلفة. هل هو قبيح زي ما الناس بتتخيله والبعض بيقول، ولا هو ليه شكل تاني غير الشكل اللي كلنا بنقوله؟ عالم الجن عالم غريب، مرعب، غامض. وفي تجارب حقيقية احنا بنقرب من العالم ده، ولكن بحذر شديد جدا، من خلال مواقف حضراتكم اللي مريتوا بيها مع الجن بشكل او باخر. بعض التجارب على لسان اللي مروا بيها، وبعضها على لسان شهود عيان او ناس سمعت عنها. وزي ما بنقول دايما في التجارب الحقيقية بالذات، العهدة على الراوي. قبل ما نبدأ اول تجربة، عايزكم كلكم دلوقتي هنعمل استطلاع رأي سريع جدا على صفحة الفيسبوك للراديو 9090. لو بتسمع الحلقة على الهوا هتلاقي البوست بتاعنا على صفحة الراديو حالا. هسألك سؤال، شفت جن او حسيت بجن؟ عايز الاجابة من كلمة واحدة، لا. اكتب لي او لا، وانا هجمع كل الاجابات واشوف الغالبية العظمى من حضراتكم قالوا ايه. يبقى استطلاع رأي سريع على صفحة الفيسبوك الراديو 9090 على بوست الرعب بتاعنا دلوقتي، والسؤال بقولك شفت جن؟ هتقولي او هتقولي لا، وياريت تعمل لايك للبوست زي ما دايما بطلب من حضراتكم علشان يوصل لأكبر عدد ويشارك معانا في استطلاع الرأي. لايك للبوست من فضلكم. اول تجربة معانا بدون اسم. صاحب التجربة بيقول حصل معايا انا شخصيا، يعني ما سمعتهاش ولا حد حكالي، كنت شاهد عليها بنفسي. خليني اقولك يا يونس ان انا شغال في دولة عربية، وهي دولة نفطية ومجتمع قبلي. باختصار انا شغال عند قبيلة كبيرة، ودي من اكبر القبائل في الدولة هناك ان لم تكن هي الاكبر على الاطلاق. شيخ القبيلة راجل مرتاح ماديا، عنده شركات ومزارع كتير، وانا اعرفه معرفة شخصية وعلاقتي بيه كويسة جدا، وهو راجل كويس جدا جدا. مش ده موضوعنا. من أسبوعين لقيت مديري اللي هو بالمناسبة مصري برضو ونسيب شيخ القبيلة بيكلمني وبيعزمني على فرح ابن الشيخ، وقال لي إن الشيخ عزمك بالاسم ولازم تروح الفرح. ما كانش ينفع أرفض وما عنديش مجال للاعتذار، فوافقت ورحت مع الفرح. الفرح كان عبارة عن حوشين كبار، حوش للرجالة وحوش للستات، وده من العادات اللي هنا عندنا. بالليل لما وصلت الفرح وبحكم غريب معرفتش حد هناك، دخلت قعدت كده في وسط اقرب حد لقيته كان مديري، هو المصري الوحيد اللي موجود في الفرح، ومعرفتش حد غيره الحقيقة. سلمت عليه وقعدت جنب منه وبدأنا نتكلم عادي، لحد بعد شوية طلبت اصلي العشاء. استأذنت وقام معايا مديري وصلني للحمام، فتوضيت وصليت العشاء بعد كده، ورجعت وفضلت محافظ على وضوئي. بعد حوالي ساعة تقريبا لاحظت ان جت تلات عربيات وقفوا قدام الحوش بتاع الرجالة، ونزل منهم حراسة ونزل معاهم شخص. اول ما شفته قلبي اتقبض، معرفش ليه، والله العظيم قسما بالله غضب ربنا كله طالع على وشه. اول لما الشخص ده نزل، المكان في لحظة تحول لشيء كئيب جدا، كأن الطاقة السلبية نزلت معاه. وبمجرد ما دخل لقيت صحاب الفرح كلهم جريوا يرحبوا بيه بطريقة مبالغ فيها، لدرجة ان اخو شيخ القبيلة نفسه بس ايده، وكل الناس اللي في الفرح كانوا بيسلموا عليه بطريقة غريبة مش طبيعية. وطبعا انا رحت معاهم، لكن اول ما سلمت عليه ولمست ايده سحب ايده من ايدي بسرعة ولف ناحيتي وبصني بص غريبة. انا خفت من بصيته ورجعت مكاني مستغرب، وبصيت لمديري وسألته مين الراجل ده وايه الحفاوة والاهتمام الغريب ده بيه.
في الأول رفض يجاوب، لكني زنان ولحوح بطبعي، فقال لي ده ساحر أو دجال، بيتصنف هنا أنه أكبر ساحر واسمه معروف جدا. وأنا برضو يونس مش هقول اسمه، بس هسهلها عليكم، اسمه مقترن بعاهة مستديمة، دوروا بقى. والراجل متمكن في السحر لدرجة أنه بيعمل أي حاجة تخطر على بالك أو ما تخطرش على بالك. سكت شوية وبعدين رجعت سألت مديري، طب هما جايبينه هنا ليه؟ رد علي وقال لي أن في قطعة أرض من ضمن أملاك القبيلة بيقال أن فيها جزء مدفون فيه ذهب، وهم جايبين الراجل ده علشان يحدد لهم مكان الذهب، والساحر ده عشان يعمل ده هياخد مبلغ خزعبلي، هياخدهم في يومين بس، وهم جايبينه من بلده طيران وإقامة على حسابهم. بعد لما خلصت الحوار بيني وبين مديري رجعت للفرح من جديد، والوقت ده كان الراجل الساحر ده لسه موجود. فضلت أنا قاعد وساكت وبصوت واطي بدأت أقول الأذكار والمعوذتين، وكل شوية ألاقيه بيتلفت لي، نظراته ليا كانت مش مريحة خالص، وأنا مكمل في الذكر وقراءة القرآن والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ومن شر الجن وهوام الجن. نظراته ناحيتي بقت غضب، غضب مكتوم، ولقيته بيشاور لصاحب الفرح كلمه في ودنه وشاور عليا، ولقيت الشيخ راح للمدير واتكلم معاه، ولقيت المدير جاي لي خدني وقال لي تعال بقى نروح خلاص اصلا انا ورايا مشوار وعايزين نمشي. وفعلا مشينا من المكان، معرفش قال ايه وايه اللي ازعجه مني، لكن من الواضح انه طلب ان انا امشي. سمعني بقى وصل له همسي وانا بقول الذكر من الاول وانا متوضي، معرفش هو انا الوحيد يعني اللي كنت متوضي في الفرح؟ معرفش، دي تجربتي يا يونس وحصلت معايا قريب وكنت حابب اشارككم بيها. لو عندك تجربة عايز تشاركنا بيها صديقي العزيز من المعلمين الكرام، عندك أكتر من طريقة. الطريقة الأولى تنضم لجروب عيلة أحمد يونس على فيسبوك اللي فيه فوق 200 ألف عضو، واكتب التجربة بتاعتك في البوست الخاص بالتجارب، أو تبعت لي على صفحتي الرسمية أحمد يونس AHMADYOUNES، وهتلاقي عليها علامة التوثيق الزرقاء وفيها ما يقترب من 3 مليون مشترك، أو تدخل على البوست بتاع الراديو 9090 حالا وتكتب في التعليقات التجربة بتاعتك. وتعالوا نروح لياسمين منصور. انا هحكي تجربتي ومش عارفة اذا كان ده تهيؤات ولا في حاجة تخوف بجد. من سنة اشترينا بيت صغير قوي بعد معاناة، حصل مواقف كتير زي مثلا كنت نايمة في الأوضة لوحدي وتلقائي فتحت عيني ولقيت قطة واقفة في الضلمة، قفت واستعذت بالله وقمت، هي جريت ناحية الحمام وما لهاش أثر بعدها. شباك الحمام كان مقفول والبعض قال كان مفتوح، ما نعرفش بقى يا خرجت ولا إيه. مرة تانية كنت بجهز العشاء وكنت بغسل المواعين، ببص لقيت الأطباق اتهبدت في الأرض ونار البوتاجاز اللي كانت واطية لقيتها عليت. عدت الموقف وقلت عادي ودخلت أنام. نمت وشفت نفسي في الحلم نايمة وفي واحدة ست قصيرة ولابسة جلابية حمراء، انا عارفة ان ده كابوس وبصارع علشان اصحى، بس كان الكابوس تقيل. الست اللي شكلها يخوف بتيجي ناحيتي وانا بصرخ وخايفة منها، فتبعد وتستناني اهدأ وبعد كده تقرب مني او مصوتة تاني. كان حلم مؤلم ومؤذي. صحيت بعجوبة وقعدت في سريري سندت ظهري بحاول اخد نفسي، واللحظة تهيأ لي ان الست اللي شفتها في الحمام واقفة عند الباب. مرة تانية كنت نايمة في قطي وصحيت فجأة كأن حد بيضربني على دماغي، فتحت عيني مفيش حد بس الألم كان موجود على نفوخي، حاجة جوايا بتقولي الجو حر تلاقي نامي في الصالة، وحاجة تانية بتقولي لا ما تطلعيش. فعلا ما طلعتش وكملت نوم، ويدوب نص ساعة وصحيت بنفس الطريقة نفس الضربة على دماغي، وصحيت ودماغي موجوعة. اخر موقف حلمت بالست دي ولقيتها في الحلم بتقرب مني تاني، والمرة دي ضربتني بايدها على دماغي في نفس المكان. صحيت لما فقت لقيتني رافعة ايديا لفوق وبمنع كأن حد هيضربني وبمنعه بايديا. انا صحيت على الوضع ده بالظبط، وفضلت ايدي وجعاني جدا لمدة طويلة، وعملت اشاعات عليها وتحاليل بس الحمد لله سليمة ما فيهاش حاجة، وقالوا ممكن نمتي عليها ضغطي عليها وهكذا يعني، لكن أنا عارفة كان السبب إيه. تجارب حقيقية في كلام معلمين على الراديو 9090. بمناسبة الكلام عن الغسل في الأوضة اللي اتكلمت فيها يونس الحلقة اللي فاتت، خلينا أحكي لك موقف حصل معايا ولحد دلوقتي مأثر فيا.
هو في البداية فكرته نعمة وشيء يعني وشيء كويس يعني، وأنا فهمت إنه كده يعني، لكن بعد كده اتقلب لحاجة تانية مختلفة تماما. الموضوع بدأ معايا يوم ما ماما توفت، الكلام ده كان تقريبا من سنة ونص. يومها غسلناها في المستشفى، بس اضطرينا نغير الكفن في بيت بابا، وعفيني من ذكر السبب، ومش عاوز أوصف لك الحزن اللي كنت فيه. بعد وفاة ماما وتغيير كفنها في البيت حصل مشكلة كبيرة بيني أنا وجوزي، الموضوع تطور إني زعلت وأخدت نفسي وسبت له البيت ورجعت على بيت بابا، يعني قلت أقعد هناك لحد ما يعرف قيمتي، يعني زي ما أي ست بتعمل يعني لما بتتقمص من جوزها. وفعلا رحت البيت عند بابا، وبالمناسبة إحنا كلنا بنات واتجوزنا، وبابا بعد موت ماما بقى عايش بطوله في البيت. رجعت بيت أبويا، وفي اليوم ده كنت قاعدة لوحدي، وتحديدا في المكان اللي ماما غيرنا لها فيه الكفن. كنت قاعدة في نفس المكان بالظبط اللي كنت بقعد فيه تحت رجلين أمي، وكانت دايما وأنا قاعدة تطبطب عليا بإيديها لما بكون زعلانة، وافتكرت أمي وانفجرت في العياط. كنت زعلانة وحاسة إني بطولي ولوحدي، جوزي سايبني وولادي مش معايا، ولقيت لك يا يونس إيد أمي بتطبطب عليا، برفع عينيا تهيألي إنها قدامي وبتضحك. أنا اترعب، بس بعدها قلت مش مشكلة، روح ماما بتطمني، انت هتخافي؟ واعتبرته ده علامة كويسة وشيء كويس وروحاني ونوراني. بس ما كنتش اعرف ان الموضوع غير كده خالص، لان بعدها لما كنت بنام لوحدي في الاوضة دي وبابا في اوضته، كنت بحس كل يوم ان في حد نايم جنب مني، واحس بنفس سخن كل يوم في وقت معين قبل الفجر. وبعدها اكتشفت ان الشيء ده بدأ يقرب مني كل يوم عن اليوم اللي قبله، بدأ يحاول يلمسني، بدأ يحاول عارفيني. مش هقدر اقول اكتر من كده، انا خفت جامد وقلت لنفسي لا دي حاجه ما يتسكتش عليها، امي ايه وبتاع ايه، ده حاجه عايزه تاذيني. وعشان كده اخدت بعضي وسبت بيت بابا، وقلت اروح اقعد شويه عند اختي، افتكرت ان الشيء ده هيسيبني في حالي، بس كنت غلطانه. في بيت اختي الموضوع اختلف، وانا نايم هناك، وفي مره بالليل لقيت حد بيدخل صوابع ايده بين صوابع رجليا وبيشدني، اتشديت وحسيت وقمت واتلفت حواليا مفيش حاجه. عشت أيام خوف ورعب، بقيت أحس بالأنفاس وأحس بالحركة جنبي، وأخاف أنام وأترعب أبقى في أي مكان لوحدي. فضلت فترة، لكن اللي أنقذني وخرجني من كل ده هو القرآن، وأختي ووجودها معايا في الأزمة خلانا نعدي بيها. والحمد لله ربنا سترها وعدت عند كده. والتجربة جورج عيسى. مرة أخذنا شقة أيام الجامعة أنا وخمسة من زمايلي، الشقة كانت مفروشة وواسعة وليها حمامين، حمام جنب باب الشقة وحمام جوه في الطرقة. المهم الحمام اللي عند الباب ده كانت ريحته سيئة جدا حتى بعد ما نظفناه، لدرجة إن ما كناش بنتحمل ندخل نغسل إيدينا حتى، فقررنا نلغيه ونستعمل الحمام التاني. المهم احنا كنا بنقفل بابه علشان الريحه ما تدخلش على باب الشقه، على باقي الشقه، وكل ما نقفل بابه نلاقي الباب اتفتح تاني لوحده، اتوارب كده من غير ما حد يجي جنبه خالص. نسيت اقول لك يا يونس ان الشقه دي ما كانش فيها اي لمبه، ولو رحنا الحمام بالليل تحس ان الطريق طويل لحد ما توصل، رغم انها طرقه قصيره. وبقينا نسمع صوت عراك وزعيق وعركه، نطلع ما نلاقيش حاجه، ولما ركزنا لاحظنا ان الصوت جاي من الحمام. كلمنا السمسار، قال ده اكيد صوت جاي من شباك الحمام، والشباك اصلا بيطل على منور مهجور يا يونس، ومنه تشوف السلم اللي هو هادي اصلا. المهم عدينا الموضوع ده لاننا كنا قربنا ننزل اجازه، وفي يوم نزلنا كلنا نتمشى، بس اتبقى واحد مننا ومرضيش ينزل معانا وقعد لوحده. واحنا نزلنا نتمشى وكانت الساعه تقريبا 10، بعد شويه لقيناه بيتصل بينا ويسالنا عن مكاننا، وقال انا جاي لكم، وما قالش حاجه في المكالمه، بس لما جه كان وشه غريب مخطوف، وقال لنا انه كان مريح على السرير في الاوضه وسمع كالعاده صوت العركه ده، ما ركزش وفتح التليفون يتسلى شويه، وفجاه حس بحد بيدخل الاوضه، ولقى باب الاوضه المتوارب بيفتح. بيقول انا فضلت قاعد مكاني متجمد، بيقول ببص من على الباب المتوارب لقيت راس بتبص عليا وبتميل عليا زي ما يكون حد بيلعبني. ناهيك يا يونس عن قصه الرعب والفزع اللي الواحد يحس بيه لما تبقى قاعد في اوضه
وتلاقي من الباب حد بيميل راسه وبيبص عليك. رجعنا كلنا معاه وفضلنا قاعدين في أوضة واحدة وشوية، وبعد كده مشينا وروحنا بيوتنا ومرجعناش السكن ده تاني. ومن تجربة جورج لتجربة نرمين الحسيني. نرمين بتقول: أنا كان معايا سلسلة ذهب وكنت ورثها عن أمي رحمة الله عليها، وما كنتش بلبسها إلا نادر جدا، لحد ما في الفترة الأخيرة بقيت ألبسها كتير، ومن بعدها كل حاجة في حياتي اتغيرت. يعني بقيت أحلامي مزعجة ومرعبة. وفي يوم كنت على فيسبوك بقلب كده من التليفون، وقع التليفون من إيدي، وتهيأ لي ان وانا بجيب التليفون وبقوم ان انا شفت واحد واقف. جات لي حالة تشنج، دماغي نملت، فضلت اقول يا رب يا رب. اختي في الوقت ده قامت مفزوعة على صوتي وقعدت جنب مني ورقتني، وبعد شوية الوضع هدي تماما ورجعت لحالتي الكويسة. فضلت يومها قاعدة مش على بعضي، وماما طلبت مني اروح اتوضى واصلي ركعتين، وفعلا عملت كده وعدت الليل على خير. أنا قبل ما ألبس السلسلة دي كانت حياتي طبيعية وشغلي ماشي تمام، لكن بمجرد ما جبت السلسلة أنا حسيت إن كل حاجة بتتحول للأسوأ. كنت مخطوبة لشاب قريبي والخطوبة اتفركشت بدون أي سبب واضح، وفي يوم حلمت إن ماما الله يرحمها بتلبسني نفس السلسلة في الحلم وخلتني أقعد على كرسي في الصالة، وقعدت تقول كلام غريب، ضغط جامد، وشفت حاجة سودة بدأت تظهر من بعيد وجسمي مش قادر يقوم، والشيء الأسود ده جري، افتكرته بيجري عشان يهجم عليا بس هاجم على حد ورايا. صحيت من الحلم ده وكنت دايخة وبطني وجعاني جدا، رجعت كل اللي في بطني. الأحلام زادت والكوابيس زادت واتطورت، وتختفي فجأة وفترة وترجع أسوأ. بالصدفة حكيت اللي حصل ده لخالتي، وحكيت لها عن الأحلام اللي كنت بشوفها، عن الحاجات الغريبة اللي بتحصل لي. خالتي فسرت الحلم إنه حاجة وحشة وإن الحيوانات دي كانت جن وطلبت مني ملبسش السلسلة دي تاني. الحقيقة أنا كنت فعلا بطلت ألبسها، بس هي طلبت مني اتخلص كمان منها وما تبقاش معانا في البيت خالص. بس ما اكتبش عليك يا يونس، هي معايا لحد دلوقتي لانها بتفكرني بامي الله يرحمها. هتيجوا كلنا ندخل دلوقتي على البوست بتاع الرعب بتاعنا على كلام معلمين، كلنا نعمل لايك للبوست، نعلي البوست عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين للفيسبوك. البوست بتاع راديو 9090 هتلاقيه موجود على صفحه راديو 9090، بوست الرعب. يلا كل اللي ما عملش لايك للبوست ينورنا باللايك بتاعه. انا اسمي احمد، عندي 34 سنه، ساكن في قريه في محافظه الشرقيه. عندنا في البلد في ترعه كبيره بنسميها بحر، هي عميقة شوية، وفي أماكن بنحب نروح نصطاد فيها السمك في أيام معينة لما البحر بيكون المية بتاعته قليلة أحيانا، وأحيانا في الأيام المية لما تكون دافية. المهم إحنا بنحب الصيد جدا، ودي عادة الناس في الأرياف وفي أماكن كتير الحقيقة، وكان العادة دي دايما بعد 10 أو 11 بالليل، خصوصا في ليالي الخميس لأن تاني يوم أجازة وكده ونقدر نسهر زي ما الناس كلها بتعمل. وفي مرة رحت أنا واحد جار ليا نصطاد هناك، وجهزنا العدة والطعم وكل حاجة. قعدنا نصطاد وكان معنا كشافات، خصوصا إن الوقت ده كان ليل، يعني تقدر تقول بعد نص الليل. وبعدين النور قطع فجأة، لقينا صوت موجة كبيرة طالع من المية، وتهيأ لي إن في زي ما يكون بني أدمين مش باين ملامحهم من الضلمة طبعا، وإلا اللهم إلا يعني نور العربيات المعدية على الطريق الموازي للبحر، وكانوا بيعوموا وسمعناهم بيتكلموا وبعد كده يتخنقوا. عددهم ما كانش كبير بس ما عدتهمش للأمانة، وزي ما قلتلك يا يونس المية في نص البحر بتكون غويطة وعميقة، صعب حد يعوم في النص كده بسهولة. بصيت لصاحبي وقلت له: هو مين المجانين اللي نازلين يعوموا في وسط المية كده دلوقتي؟ رد عليا وقال لي: غريبة فعلا. فضل ينادي عليهم ويقولهم: يا جماعة يا جماعة ما تدخلوش جوه أكتر من كده، انتوا محتاجين مساعدة ولا حاجة. ما حدش رد علينا. عارف اللي حصل؟ غطسوا كلهم وما ظهروش تاني. فضلنا احنا الاتنين واقفين نبص، لا ما هو مش معقول غرقوا كلهم فجأة. خفت وحسينا ان المية بتتحرك حركة غريبة. الموقف كان مرعب، واخدنا بعضنا ولمنا حاجتنا وزي ما بيقول قلنا يا فكيك، مستحيل يا يونس اللي نشوفناهم دول يكونوا بشر طبعا، دول اكيد حاجة والعياذ بالله. ده الموقف اللي مرينا بيه يا يونس، وحبيت اشارككم بيه وشارك عيلتي عيلة أحمد يونس.
وتعالوا نروح لميرا. ميرا بتقول لنا: خليني احكي لك يا يونس كم موقف غريب ومرعبين حصلوا بالنسبة لي، مرعبين وخلاص. كنت صغيرة، كنت بلعب في الصالة بالليل والكل كان نايم، وسمعت صوت من المطبخ، حاجة بتعمل صوت من ورا التلاجة. بصيت من الطرقة اللي طولها تقريبا كذا متر يعني، ولقيت لك حاجة سودة مش عارف اوصفها بتخرج من ورا التلاجة وجاية تجري عليا. من الصدمة قطعت الصوت والنطق، بس انا لسه فاكرة خوفي كأنها حصلت امبارح. تسألني ايه اللي حصل بعد كده؟ مش فاكرة بصراحة. مر سنين على الموقف ده وبقيت في ثانوية عامة. عايز اقولك ان احنا بيتنا دورين، كنت في الدور الارضي وطلع على السلم الداخلي، والحتة كانت الاضاءة دي فيها ضعيفة. سمعت صوت نفس، افتكرت حد نايم في الريسبشن تحت، نزلت تاني اشوف فيه ايه، ملقتش حد. طلعت على فوق وصوت النفس لقيتهولك ماشي ورايا وسمعاه جنب مني وفضل ملازمني. عارف صوت النفس لازمني قد ايه يونس؟ سنة، اقسم بالله فضل ملازمني صوت النفس سنة، لدرجة انه جاب لي توتر وحالة نفسية سيئة جدا، وبقيت زي المجانين وانا نايم على السرير احلم دايما ان في حد واقف بيبصلي وما بيعملش اي حاجة تانية. اصحى من النوم على صوت النفس، انام وصوت النفس في وداني في اي مكان سمعاه، وزي ما جه راح، راح بعد ما قضى عليا سنة كاملة. وفي يوم كنت سهران عادي، يوم زي اي يوم عادي يعني، لكن اللي حصل هو اللي مش هيخليه عادي. كانت الساعة 2 بعد نص الليل، كنت سامع لي قصة وخلصتها، وكنت ماسكة التليفون في ايد والريموت كنترول في الايد التانية، وبلف من القنوات كده لدي من الزهق، وقلت ايه، هقفل كل حاجة واطلع انام. جيت اقوم سمعت صوت بيقول لي: خليكي قاعدة. اقسم بالله العظيم ده اتقال لي، انا عارف الكهرباء اللي مسكت في جسمي. خليني اقولك حاجة، الصوت ده مألوف بس مش قادر اميز ده صوت مين او افتكره. فضلت قاعدة ما قدرتش اتحرك، فعلا ما قدرتش اتحرك، حاولت اقوم ما قدرتش، جسمي رافض ينفذ اوامري. فضلت قاعدة اكتر من ساعة وانا مرعوبة ومتكتفة في مكاني. بعد ساعة جسمي فك ولقيتني قادر اتحرك، وكأني اخدت الاذن ان انا اقوم. تعمل ايه يا يونس لو مريت بالموقف ده؟ هو الحقيقة انا لو جيت قاعد في بتفرج زي ما حضرتك بتقولي، او بالليل قاعد وجيت اقوم حد قال لي خليك قاعد، لا الموضوع صعب جدا. ما تيجوا كلنا نحط نفسنا مكان صاحبتنا وصديقتنا اللي حكت لنا التجربة بتاعتها اللي هي ميرا، وقولوا لي يلا على الجروب عيلة أحمد يونس أو على صفحة راديو 90 على البوست بتاعنا، صفحة راديو 90 90، لو أنت قاعد بالليل سهران بعد الساعة 2 بالليل وكنت بتسمع قصة رعب ليا ومندمج جدا وخلصت قصة الرعب بس لسه مش نعسان يعني، لسه عايز ممكن تسهر شوية، وبعدين زهقت وقفلت التلفزيون وقررت تقوم، وانت بتنزل رجلك من على الكرسي او الكنبة علشان تقوم سمعت حد بيقول لك: ما تقومش، خليك شوية. هتعملوا ايه يا جماعة؟ مكملين تجارب حقيقية، وتعالوا نروح لوليد بيقول لنا: زمان انا كان بيحصل معايا حاجات غريبه قوي وملهاش تفسير. وقتها كنا ساكنين في عماره في السعوديه، العماره ما كانش فيها حد غيرنا تقريبا. لما كنت بلعب على السلم كنت بشوف الاوكر بتاعه باب الشقه اللي تحتنا بتتحرك بشويش لوحدها والشقه فاضيه، كنت بطلع اجري على شقتنا بسرعه من كتر الرعب. واوقات كتير كنت بلاقي النور بتاع الشقه دي منور من جوه وما كانش فيه حد ساكن في الشقه اللي تحتنا اصلا. اوقات كتير كنت بخاف انزل على السلم، ولما كنت بحكي لأهلي ما كانش حد بيصدقني. ومرة كنت قاعد في الصالة ولقيت البطانية بتترفع للسقف ونزلت مرة واحدة، قلت يمكن بيتهيألي، وما تكلمتش لأني زي ما قلت ما حدش كان بيصدقني. المهم نقلنا من البيت ورحنا مكان جديد، ما كنتش بشوف حاجة غريبة، كنا ساكنين على السطوح، كنت قاعد اتفرج على التلفزيون، وكنا متعودين ننقل التلفزيون والأنتري برا ونفرش سجاد ونقعد في الهواء، وفي حمام مقفول على السطوح محدش بيدخله خالص، وكنا بنستخدم واحد غيره. واليوم ده
انا فاكر انا كنت في ثالثه اعدادي، كنت بتفرج على التلفزيون لوقت متاخر، لحد ما فجاه لقيت اخويا الكبير واقف في السطوح وسط الضلمه وبيبص لي قوي. السطح كان كله ضلمه الحقيقه. ناديت عليه ما بيردش، بعدين جري بسرعه ودخل الحمام. قلت اشوف المجنون ده ماله. ما لقيتش حد في الحمام. دخلت لقيت اخويا في السرير نايم في سابع نومه. اقسم بالله مت من الرعب. بعد كام شهر صحيت في مره من النوم، كنت مخضوض بسبب حلم وحش. حلمت بالحمام المقفول وكان مرسوم بالدم حاجات غريبه على الحيطه وعلى الارض، ولقيت بابا في الحلم قاعد بيعيط وبيقول ان ماما تعبانه. صحيت من الحلم مرعوب وحكيت لماما على الكابوس ده، ومعرفش قررت ان انا افتح باب الحمام المقفول من سنين، احنا ما بنستخدموش لان في حمام تاني. فتحت الباب ما لقيتش غير تراب. الغريب ان كان كل يوم بالليل القطه بتاعتي كانت تقعد تجري وتنونه وكانها بتجري ورا حاجه، بس الحاجه دي ما كانتش موجوده، كانت تفضل تجري 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 وكانها بتطارد حاجه لحد ما تيجي عند باب الحمام وتقف تنونه، وكان الحاجه دي راحت عند الحمام ده ودخلت والقطه مش عارفه تدخل. الموضوع اختفى فتره لحد قبل ما سافر. حلمت باطفال صغيره لون بشرتهم غامق وبيقولوا لي احنا مش عارفين هنعمل ايه من غيركم، وانتوا مش هتكونوا معانا بالشقه تسلونا، هتوحشونا. وكانوا زعلانين يا يونس وبيعيطوا. صحيت من النوم مفزوع ورجعنا مصر ورجعنا شقتنا اللي بقالنا سنين قافلينها. اول ليله كانت وحشه ومقبضه وغريبه، كله كان نايم نوم قلق وارق. وصحيت من النوم على صوت حد بينادي باسمي وبيزعق، وكان صوت بابا، وطبعا اكيد انت فاهم ان بابا كان في سابع نومه. حاليا الموضوع ده اختفى بس مش عارف هيرجع تاني ولا لا، بس كانت تجربه وحبيت اشارك كل العيله بيها. هل ده ليه دخل بالشقه اللي كنا ساكنين فيها في المملكه؟ مش عارف. لو عندك تجربه عايز تشاركنا بيها من فضلك ادخل على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك. الجروب فيه زي ما بفكركوا دايما فوق 200,000 مشترك، علشان في جروبز تانية مزورة مش بتاعتي خالص ولا بتاعتنا. وشاركنا بتجربتك في البوست الخاص بالتجارب او على صفحة الراديو 9090 حالا على فيسبوك، اكتب التجربة اللي مريت بيها، بس ما تنساش تشرفنا باللايك بتاعك للبوست. والتجربة هدى أحمد بتقول: أنا بيحصل لي حاجات غريبة من زمان متعلقة بالأحلام وبالواقع، لدرجة إن أحيانا ما ببقاش عارفة الحلم من الحقيقة. وحسب ما سمعت من ماما إن زمان كان حد عامل ليها عمل وهي حامل فيا، وأنا لما كبرت بقيت أشوف وأسمع حاجات غريبة. يعني مثلا مرة شفت في الحلم ان ابويا جه من الشغل وانا بفتح له الباب وكان معاه شنط، فسالته ايه ده، قال لي دي هدوم جديده. صحيت من النوم بترعش من غير سبب، في اللحظه دي جرس الباب رن وجي بابا. بفتح الباب شفت نفس الشنط ونفس المشهد اللي شفته في الحلم بالتفصيل، وقال لي برضو ان دي هدوم جديده. مره تانية كنت بين النوم والصحيان ولسه عيني هتروح في النوم، حسيت بحد جنبي، ولما تلفت شفت ناس شكلهم بشع ومخيف، كانوا بيصوتوا واصواتهم بشعه. ما اقدرش برضو اقول انا بحلم ولا ده بجد ولا حقيقه ولا ايه، ولا بيتهيأ لي. جسمي بيقشعر وبترعش جدا، كنت بحس ان في حد موجود دايما حواليا وانا نايمه بيشد الغطا من عليا. كنت بسمع اصواتهم كل يوم بالليل، بسمع اصوات خربشه على الحيطه. وبعدها بفتره صحيت لقيت جسمي مش قادر احركه ولا قادر اتكلم، وانا شايفه كل اللي بيحصل. جهدت نفسي وقريت المعوذتين بالعافيه، لحد ما قمت صليت ركعتين وقريت المعوذات وجيت انام تاني نفس الموضوع اتكرر. جسمي بيشيل كده، وبعد ما بقرا القران بقوم وبقدر اتحرك بهدوء. قمت قعدت شويه وجيت انام تاني، حصل لي نفس الموضوع. الموضوع تقدر تقولي في اليوم ده حصل 3 مرات تقريبا. عاوز اقولك يا يونس ان الاحلام بتختفي فترة وترجع اشد. حلمت ان حد بيحضر علي حاجة وبقوم تعبانة، لحد ما جيت في يوم وشفت واحدة واقفة قدام السرير وماسكة سكينة وبتقطع في وشها. ده كان حلم، كان كابوس الحقيقة، وكانت
اللي حصل بعدها اختي الصغيره بتصحيني وبتديني التليفون، افتحه اجي امسك التليفون الاقي اختي نايمه جنبي. عارف بقى زي ما بقولك من الاول ان الحاجات كلها داخله في بعضيها. مكملين تجارب حقيقيه ونروح لتجربه روان حمدي. السلام عليكم، انا 23 سنه من اسكندريه، بتابع حضرتك بقالي 9 سنين واكتر، ما بحبش انام غير وانا بسمع القصص بتاعتك. ما تقدرش تقول عليا من اللي بيخافوا، بس انا حبيت اشارككم برضو. الموقف حصل مع اختي من 3 سنين. بتقول لنا انها كانت في البيت لوحدها في الاوضه وعارفه ان بابا وماما واختنا الثالثه بره البيت، بس ما كانتش تعرف بابا موجود ولا لا. فهي كانت قاعده ماسكه التليفون وسمع صوت بابا وهو بيجهز حاجة أو بيجهز بيلبس يعني عشان تقريبا هينزل، صوت مفاتيح مثلا، صوت طقة الحزام، صوت الجزمة هو بينفضها، يتفهم يعني. المهم بابا نادى عليها من الصالة وقال لها ماما واخواتك فين؟ قالت له مش عارفة، هم نزلوا من ساعة تقريبا. قال لها طب خلاص أنا نازل، عاوزة حاجة؟ قالت له شكرا يا بابا، وسمعت صوت الباب بيتفتح ويتقفل عادي، ده المعتاد. بعد شوية رجعنا وماما بتسألها عن بابا، فقالت لها لسه نازل ما بقالوش كتير. ماما استغربت قالت لها هو جه من الشغل ورجع نزل؟ يا ماما كان موجود ولبس ونزل. يا بنتي ابوكي نزل من قبل ما احنا ما ننزل بكتير. المهم قلنا يمكن جه ونزل، رغم ان مش من عادة بابا انه يجي وينزل ابدا خالص، عمره ما عمل كده، ولو حصل بيكلمنا يقول لنا عشان يشوف لو عايزين حاجة يجيبها لنا وهو جاي. فضلنا قاعدين واستنينا بابا يجي بالليل وحكينا له الموقف عشان نكتشف انه اصلا ما كانش في البيت. ولحد دلوقتي انا معرفش ايه اللي حصل واللي اختي بتقول انه كلمها، الله اعلم. بس اللي انا مسكت فيه يومها قلتهم يا جماعة مش عايزين ندقق في الموضوع، خلاص اللي حصل حصل. وفضلنا نذكر ربنا ونقرا قران كتير، وما حصلش حاجه بصراحه تانية عشان اقول انها اتكررت. صاحب التجربه اللي معانا بيقول في البدايه انا مش حابب اقول اسمي، بعتذر مقدما ان تجربتي ممكن تكون طويله شويه، هحاول اختصر على قد ما اقدر رغم ان الموضوع صعب. الموضوع بدأ معايا لما كنت في أولى ثانوي، كنت زي أي طالب بروح الدروس لكن كنت برجع تعبان جدا، ويوم ورا يوم لاحظت أن ظهري بدأ يوجعني والوجع بيزيد كل يوم عن اليوم اللي قبل منه. قلت عادي أكيد إرهاق، وخصوصا أن لما برتاح الوجع بيروح. فضلت على الحال ده 3 شهور لحد ما جه يوم الوجع مرحش، بالعكس زاد قوي وبقى لا يحتمل. أهلي أخدوني عند أكتر من دكتور ومحدش عارف يحط تشخيص محدد، اللي قال إرهاق اللي قال غضروف. فضلت أخد في أدوية شهر واتنين بدون فايدة والألم بيزيد، لدرجة إن كان حرفيا لازم أخد مسكنات تهد جبال، تقدر تقول عليها كمان ممزوجة بحاجة من المخدرات عشان أعرف أنام. خلال الشهور دي كان بيحصل معايا حاجات غريبة، أقوم بالليل لوحدي وأبقى سامع صوت حد بينادي عليا، وأوقات أجي أدخل الحمام أحس إن في حد معايا، وكمان بقيت أحب الوحدة والضلمة. بس قلت اكيد حالة نفسية، وخصوصا نفسيتي كانت وحشة جدا في الفترة دي. طبعا والدتي كانت متابعة كل اللي بيحصل لي، وحرفيا ما كانتش بتنام لحد ما في يوم، كان يوم جمعة، ماما متعودة تبخر البيت وترقي الكل. اليوم ده انا اول ما شميت ريحة البخور فضلت اكح ورجعت حاجة زي طين اسود حرفيا، ومن غير ما احس لقيت نفسي مسكت البخور من امي ورميته وتشنكت في الارض. بابا جه وبدأ يهديني وأنا حرفيا يونس مش فاهم أنا عملت كده ليه وإزاي. دخلت أوضتي وقفلت عليا وفضلت قاعد مع نفسي، ولما الليل جه ما كانش جاي لي نوم. بس الغريبة يا يونس إن أنا وأنا في أوضتي كنت سامع بابا وماما هما بيتكلموا مع بعض، وكأن في حاجة بتوصل صوتهم ليا. كانوا بيتكلموا مع بعض وماما كانت بتقول لبابا أنت مش شايف بيحصل إيه لابنك؟ ده كل ما ينام أو عينه تغفل يطلع منه صوت غريب ويفتح عينيه وتبقى بيضة تماما، ويفضل على الحال ده شوية وبعدها يرجع ينام تاني. اخواته بقوا يخافوا يعدوا جنبه وهو نايم، الواد ده فيه حاجة مش طبيعية.
رد يا يونس بابا عليها وقال لها: والله العظيم انا مش عارف ايه اللي بيحصل له، امبارح قلت اقوم اطمن عليه لقيته نايم على باب الحمام، ممدد كده قدام باب الحمام. انا بكره هاخد الواد ده وهجيب واحد صاحبي ونوديه لواحد من المعالجين. انا سمعت يا يونس الحوار ده ومش مستوعب هو ازاي بيقولوا عليا كده وازاي انا سامع اصلا. انا من ساعه ما تعبت وانا بحلم بكوابيس فيها تعابين وقطط وكلاب ودود وصراصير، وكمان حلمت مره ان في بير في الصاله بتاعه الشقه عندنا وحوالين البير ده في تعابين كتير، وفجاه الاقي نفسي بتشد للبير غصب عني واقع فيه وافضل اقع في البير اللي ملوش نهايه. لما سمعت الكلام اللي دار بين ابويا وامي حسيت ان في حد دخل عندي الاوضه، وحسيت ان المكان بقى دافي وتهيأ لي ان في ظل الجسم على الحيطه. عارف انا عملت ايه؟ انا هاجم عليا رغبه ملحه جدا في النوم ونمت. ولما صحيت ما كانش بابا موجود في البيت، وعلى اخر اليوم وقبل صلاه العشاء بشويه لقيته دخل عليا الاوضه وقال لي: البس وتعالى معايا هنروح مشوار، واحد صاحبي جاي لي من السفر وعايز يتعرف عليك، وهو بالمرة اتغير جو مكان قعدة البيت ده. طبعا يا يونس انا عارف هو عايزني ليه، عملت نفسي عبيط ومش عارف وغيرت هدومي ونزلت معاه، ركبنا العربية وقابلنا صاحبه ومشينا وطلعنا لبرا البلد اللي احنا فيها، وفضلنا ماشيين حوالي ساعة في طريق مضلم ما فيهوش صريخ ابن يومين لحد ما وصلنا عند ارض زراعية كبيرة جنبها مسجد صغير ومنور نور اخضر من برا. انا طول السكه قلبي عمال يدق وحاجه في نفوخي بتفور وحاجه في وداني عماله تقول لي ارجع. اقسم لك بالله يونس ان في حاجه قالت لي في وداني: اضرب ابوك وقعه في الارض وامشي. كان ابويا وزميله مركزين معايا قوي. مهما حكيت لك يا يونس عن وصف الشيخ ده قد ايه هو مرعب عمرك ما هتتخيل. راجل في الستينات نحيف ما عندوش حواجب، مكشر جدا وماسك عكاز وسبحه ولابس جلابيه بيضاء. دخلنا لقيته بيسلم عليا رغم اني كنت خايف اسلم عليه وسلمت، ولقيته قاعد يتكلم معايا عادي عشان يكسر الخوف، وكل ده وانا مستغرب ازاي الشكل ده بيتعامل معايا بالطريقه دي. بس اللي فهمته بعد كده ان الراجل ملامحه عاديه جدا ووشه طيب جدا، بس في حاجه جوايا هي اللي مخلياني اشوفه بالبشاعه دي. الشيخ طلب مني اقعد واسند ظهري على العمود بتاع الجامع واغمض عينيا، عملت كده وبدا يقرا قران وخواتيم سورة البقرة تحديدا. كان صداع شديد مهاجمني، لكن تقريبا ان الجلسة دي عشان اتعملت في الجامع انا ما كنتش عارف اقاوم. انا كان جوايا صراع رهيب، عارف مش قادر اوصفه لك، بس كان صعب. كان الشيخ بيبص لي وفي ملامح خوف بتترسم عليه والله اعلم، وكان ماسك دبوس وكوباية مية في ايده، يحط الدبوس في المية ويقوم شاكك كعب رجلي، وحسيت ان انا بتخنق، ولقيت الشيخ بيعرق وقام قال: طلعوه بره. والدي وزميله سندوني وطلعوني، وعمري ما هنسى شكل الراجل لحد دلوقتي. انا لما دخلت العربية كنت حرفيا مغمى عليا وما صحتش غير تاني يوم. في الليلة دي انا حلمت حلم تاني، حلمت ان في صحراء رملتها سودة واتنين بنات لو قلتلك ان هما اجمل بنتين ممكن اشوفهم في حياتي مش ببالغ، قالوا لي ما تمشيش ورا حد، احنا بنحبك وعايزين نعيش معاك ومش هنأذيك. عدت الايام وبقيت اسمع صوت البنات في البيت، وكل ما اكون لوحدي احس ان انا عايز اطفي النور واقعد سامحني من غير هدوم. الموضوع فضل يتكرر كتير لحد ما حالتي الصحية تدهورت لدرجة ان انا بقيت ما بقدرش امشي، ونفسيا ما اقولكش طبعا زفت. وتعدي الايام واهلي خلاص ما فيش حاجة يعملوها، الكل بيتجنبني، اخواتي اول ناس بيخافوا مني. في يوم لقيت بابا جه واخدني على كرسي بعجل، ايوه والله، وكنت انا في حالة توهان ومستسلم تماما. ركبنا العربية ورحنا على السويس، دخلنا في حارة وقفنا عند دكان لسه على الطوب الاحمر ودخلنا. كان في شاب في الثلاثينات واقف ومبتسم وسلم عليا ورديت عليه السلام وطلب مني احكي له مالي. حكيت له وفضل يسمع يسمع يسمع، وبعد كده ناولني ازازه ميه وقال لي: ممكن تشرب الميه؟ رفضت وقلت له لا. اداها لوالدي وطلب منه انه يشرب هو قدامنا، وبعد لما شرب بص لي وقال لي: يا ابني ميه عاديه ما فيهاش حاجه. شربت، واول ما شربت يا يونس فضلت ارجع ميه سودا ريحتها بشعه.
وبعدها في وسط الحاجات اللي رجعتها لقيت حاجة زي كتلتين شعر، ما حسيتش بعدها بحاجة غير وانا في العربية وابويا بيطبطب عليا ودموع ابويا مغرقة وشه. الموضوع ما كانش محتاج ذكاء علشان افهم ان ده معالج تاني. المهم بعد ما روحت من عنده بفضل ربنا بدأت احرك اطراف رجلي وتدريجيا اتحركت على عكاز. مفيش اسبوع ورجعت حالتي ساءت اكتر، انا كنت بموت بالبطء. رغم كده ما كنتش حاسس بحاجة حواليا، كنت في حالة توهان تام. في الفترة دي كان عمي رجع من السفر ولقيته جاي واخدني مع والدي لواحد تالت في مكان تالت. هوصف لك المكان بالظبط، رحنا مكان زي السوق وفضلنا ماشيين وكل ما نمشي الناس تقل والدنيا تظلم لحد ما وصلنا عند حارة فيها عمارة نصها مهدود ومرعبة. طول الطريق افكار في دماغي اني اهرب، ولما بدأنا نطلع سلم العمارة كان في حاجة بتقولي ارمي نفسك من فوق دلوقتي. ابويا وعمي كانوا حاسين باللي بيدور في دماغي، ابويا مسكني من اليمين وعمي مسكني من الشمال وكأنهم مستعدين لأي حركة غير محسوبة هعملها. دخلنا شقة، وأول ما دخلت حسيت إن أنا لساني اتعقد. كان قاعد واحد، اسمح لي مش هقول اسمه لأنه معروف جدا جدا. الراجل ده قال لي قوم وقف، وكان صوته قوي جدا، وفعلا قمت كأني متخدر وبدأت أعيط. في نفس الوقت المعالج فضل يقول كلام مش مفهوم، له قرآن وله أدعية. بدأت أشوف الآتي، شفت أبويا وأمي يوم اتولدت هم فرحانين وفي حد ملامحه مش باينة وباصص ليهم بحقد وغل بشع. وبعدين المشهد اتغير وظهرت ست لابسة عباية، نفس الشخص اللي كانت ملامحه مش باينة شفته تاني. والست دي بدأت ترش حاجة على عتبة باب شقتنا القديمة اللي أنا اتولدت فيها. وبعد كده لقيت حد جه بعدها برضو ملامحه مش باينة وطلع إزازة مية ونفخ فيها وبعدين رشها على الباب وبعد كده مسح قدام الباب. المشهد اتغير تاني وانا في الشقة وعندي يمكن سنة ونص ولا حاجة، والست اللي ملامحها مش باينة صبت حاجة في كوباية مية بسرعة ودخلت الحمام. تقريبا كان في الست دي كانت ضيفة مثلا مش عارف. بابا كان في الشغل وماما والست دي هما بس اللي في البيت. بعد كده ماما جابت الصينية وحطتها على الترابيزة وانا فضلت اقول لماما فيما معناه ان انا عطشان. ماما صبت لي من الكوباية اللي الست حطت فيها السائل ده اللي معرفش ايه وشربت. الست اللي ملامحها مش باينة جت عليا وبدأت ملامحها تبان لحد ما عرفتها، دي واحدة قريبة ماما، ماما بتعتبرها اعز صديقة ليها. بدد المشهد الجديد ولقيت قريبتنا دي عند حد من الدجالين بتقوله ان الواد ده هو اللي شرب المية مش همه. قال لا ما تقلقيش مش هيتحمل وقلب امه هيتحرق عليه. وصحيت لقيت نفسي قاعد على الكرسي كأني مضروب علقة موت، ولقيت الراجل المعالج ده بيقول لبابا وعمي هو بقى كويس. ولما والدي سأله عن سبب اللي بيحصل رد عليه وقال له خليه يبقى يحكي لك، وعلى العموم هو شرب سحر اسود شديد كان معمول لامه، معمول عشان التفريق والخراب والمرض، وفضل معاه لحد ما تحول لجنية عشقة. ومش جنية واحدة، دول اتنين من بنات الجن كانوا مستعدين يعيشوا معاه ومش هيأذوه، وكانوا ممكن يعملوا له كل طلباته لكن بالسيطرة عليه. خليني اقولك ان ابنك بقى كويس وابنك عارف مين على فكرة اللي عمل فيه كده. رديت بسرعة في الوقت ده وقلت على اسم قريبتنا، ابويا وعمي محدش فيهم مصدق ان دي ممكن تعمل حاجة زي كده. سبحان الله ما عداش على الموقف ده شهر وسمعنا خبرها. الحمد لله ربنا شفاني وبدأت حالتي الصحية تستقر جدا ورجعت امشي من تاني، وعد على الموضوع ده حاليا 8 سنين والدنيا استقرت والحمد لله. حابب اوجه رسالة في النهاية لأي حد بيسمعني دلوقتي ان مش كل واحد الحقد والغيرة والغل يملأ قلبه يروح يعمل عمل او سحر او يأذي حد، مش كل واحد عايز ينتقم من حد يعمله عمل. صدقوني الشر اخرته شر وبيتردلنا اضعاف مضاعفة. قبل ما تسألوني هقولكوا على اللي حصل، عشان قلتلكوا الراجل ده ما كانش بيعالج بكتاب ربنا. لما سألت بابا بعدها قال لي الراجل ما قالش غير ايات من كتاب ربنا، واللي فهمته ان اللي عليا كان مصور لي
ان الراجل ده بيعالج بحاجة والعياذ بالله حرام، علشان برضو اتجنبه وعلشان اهرب باي طريقة. لو عندك تجربة حقيقية وعايز تشاركنا بيها زي ما بقولكوا دايما، ياريت تكتبوها لنا. ادخلوا حالا على جروب عيلة احمد يونس على فيسبوك، الجروب فيه فوق 200,000 مشترك، واكتبوا التجربة بتاعتكم. وممكن تدخلوا على صفحة راديو 9090 FM حالا وتكتبوا في البوست بتاع الرعب القصة بتاعتكم. مصطفى صيام بيقول: سلام عليكم، من غير تفاصيل هدخل على تجربتي. انا مصطفى صيام، 24 سنة. من كام سنة كنت انا وصحابي رايحين القرافة، كنا 3 اشخاص بس، كنا بنروح نقرأ الفاتحة لأب وأم واحد من أصحابنا، وبعد ما بنخلص كنا بندنس الزرع وننظف الدنيا، وكنا قاعدين لحد قرب الليل. وإحنا ماشيين في الطريق وخارجين على البوابة بتاعت القرافة، الدنيا كانت ليل، وسمعت حد بينادي بأسامينا إحنا الأربعة. الصوت كان بينادي وكأنه بينادي من بعيد. صحابي زي ما تقول جالهم ذهول، اترعبنا. الصوت كان صوت ست. طلعنا نجري كلنا، واحنا بنجري من هنا لهنا لقينا كلب اسود سواد الفحم، اقسم بالله نظراته فيها شر عمري في حياتي ما شفته، لا في حيوان ولا في انس. وجرينا والموضوع انتهى على كده، بس الحمد لله انها عدت من غير ما يحصل اكتر من كده. انا اسمي جمال من الجيزة، جاي احكي لك تجربتي وحصلت بالفعل والله العظيم. انا مشكلتي مع الجاثوم متعب وصعب جدا، مش هحكي لك على كل اللي مريت بيها، هحكي لك على مرة او اتنين وربنا شاهد على اللي بقوله. كنت نايم بالليل حوالي الساعة 4 فجرا، وحلمت ان انا نايم في الاوضة بتاعتي عادي، وفي الأوضة في شباك بيوصل للمنور، وحلمت إن في خيال في المنور بيتحرك، وأنا جوا الحلم خايف. بعدها صحيت، وبعد كده جالي الجاثوم وفقت منه، وبعد كده جالي تاني في نفس الوقت. المرتين دول كنت حاسس إن أنا بقيلي ساعتين تلاتة، يعني زي ما يكون غايب، وكل اللي عدى في الوقت ده يا يونس دقيقتين تلاتة. هادي روميو بيقول: التجربة اللي حكي لك اللي مريت بيها حصلت في سلطنة عمان. أنا شغال مراقب على عمال بنجال في مجال الزراعة في جزء من صحراء، وفي المنطقة جبال كتيرة، المنظر فظيع. في اليوم ده تأخرنا في الشغل شوية وما كانش فيه نور خالص، فبنور بالتليفون. المهم خلصنا الشغل والعمال خرجوا على مساحة 2 فدان، عبال ما اتأكد ان كل حاجة تمام، لقيت واحد منهم بينادي لي من مكان في اخر المزرعه ان اروح انور له. قلت اكيد في تسريب ميه، وهو اخد باله. لقيت نفس الشخص بينادي لي من عند البوابه. هو في ايه؟ هو بينادي من مكانين ازاي؟ انا شعر جسمي وقف زي ما بيقولوا. خدت بعضي ومشيت، ورجعت وانا بقرا قران، وسمعت صوت زي فحيح تعبان بصوت عالي، وتاني سمعت الصوت بينادي من أكتر من مكان، والله أعلم ده كان إيه. اللي هحكيه لك ده يونس حصل مع جدي الله يرحمه، ما يعتبرش رعب بس هحكيه عشان تترحمه على جدي الحاج سيد. جدي الله يرحمه كان راجل محترم وبتاع ربنا، وكان شغال مدير في شركة حكومية، وبعد لما طلع على المعاش قالك أنا خلاص بقيت فاضي، فبدل ما ضيع بقى عمري على القهاوي أنا هختم حياتي في المسجد. وفعلا خد مفتاح المسجد، وبقى كل يوم ينزل يفتح الجامع من قبل صلاة الظهر وما يطلعش غير بعد صلاة العشاء. كان هو المؤذن، هو اللي بيقيم الصلاة، لو في حد مش موجود للإمامة هو يؤم المصلين. وكنت بروح له قبل الظهر في البيت أسلم عليه وهو بيحضر نفسه، كان يمسك إيدي وننزل مع بعض وأقعد معاه لحد العشاء في أوقات كتير. كان طول ما هو في الجامع قاعد يقرأ في المصحف، ولو ساب المصحف يمسك السبح، ما كانش بيبطل ذكر، واحنا الاثنين كنا متعلقين ببعض. كان ليه جملة دايما بيقولها لي، كان بيقول لي: يا ابني احنا مش قاعدين على طول،
احنا كلنا مستنيين التأشيرة، واول ما تيجي بنمشي. قبل وفاته بكام سنة السكر بدأ يتعب له عينيه ورجله وتعب له جسمه كله، وهو كان عنده السكر على فكرة من وهو صغير، وبعدين جاله القلب وامراض كتير ربنا ما يكتبها على حد. رغم مرضه كان ماشي على رجله ومحافظ على قعدته في المسجد. الدكاترة بتقول له احنا ما نعرفش انت ازاي ماشي على رجلك كده، بس هو ربنا سبحانه وتعالى كان مقويه. حتى لما المية البيضة زادت على عينه لدرجة انه ما كانش شايف، كان فيه زي غيمة على عينيه، راح للدكتور وقال له يا دكتور الغيمة اللي على عيني دي رجعت تاني. الدكتور كان عامل له عملية قبلها عشان المية البيضة. الدكتور قال له مش هنقدر نعملها تاني. ادي فضل يبكي زي الاطفال. قام الدكتور وقال له بتبكي ليه؟ قال له مش هعرف اقرا قرآن تاني من المصحف. في يوم واحنا قاعدين قال لي تعرف يا سيد انا تأشيرتي جت وخلاص هموت يا ابني. وقعد يوصيني اعمل ايه لما يموت. انا ما كنتش مدي اخوانا، قلت بيقول عادي يعني. كنت بقول له ده اللي هموت قبلك، ده انت فيك صحة احسن مني. وفضل يودع في الناس كلها وكل اهلي واحد واحد. وصادف يوم عيد ميلاده، هو ما كان يعني الناس تعرف بقى في السن ده موضوع الاعياد ميلاد والكلام ده، زننا عليه نعمل له عيد ميلاد ووافق. وجه يوم عيد ميلاده وكنا عمالين نغني وفرحانين بيه، وكان قاعد يدندن معانا وكان وشه منور. صحى الفجر ستي وقال لها قومي يلا نصلي الفجر جماعة. بتقول كان كابس عليها النوم جامد، كل يوم بتحب تصحى تصلي معاه. قالت له توضى انت يا سيد وانا هاجي وراك. دخل توضى عشان يصلي، ست صحيت لقيته ساجد في الارض وميت. غسلناه وحضرنا التربة بتاعته ورحنا عشان ندفنه. الراجل اللي كان بيدفن كان اخو جدتي، حلف لنا ان وشه كان عليه ابتسامة كلها نور. خلصنا العزاء وقعدنا مع بعض. قامت خالتي جات وورتنا ورقة النتيجة بتاعة اليوم اللي احنا فيه، وقالت لي بص كان مكتوب عليها يوم وفاة جدي. قالت لي كانت قاعدة معاه في يوم قبل ما يزور بناته كلهم، وقال لها قلبي في النتيجة لحد ما تلاقي يوم 10/3/2019. جابت الورقة قال لها اكتبي عليها يوم وفاة ابويا، وأصر انها تكتب ده. ادعوا له يا يونس ربنا يرحمه ويرحم كل امواتنا.